احمد عبدين عثمان اسوار. احمد سمير فرج، مساء الانوار يا احمد. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، وعود حميد يا احمد. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. انت اتأيدت امتى يا احمد؟ والله البطاقه جت من يومين بالظبط. من يومين؟ انت كنت بتتمرن طبيعي، ادي لك حوالي 3 اسابيع اعتقد. شهر بالظبط اتمرن مع الفريق. شهر. ففوجئت يا احمد بمشاركتك النهارده، باعتبار انه يعني اول مباراه وصعبه المباراه والحكايه والروايه. والله طبعا في البدايه حابب اشكر الكابتن احمد حسام ميدو وكابتن مدحت والجهاز الفني باكمله، سواء اداري طبي بدني، عملوا معايا شغل كبير جدا الفتره الاخيره، ويعني بشكره طبعا على ثقته فيا ان هو بدا بيها مباراه مهمه دي. والطبيعي جدا انا يعني ان الواحد اول مره بيخش بينزل في اخر الماتش وكده، لكن يعني الحمد لله كان عنده ثقه كبيره فيا، بقدر المستطاع حاولت ادي يعني اطلع اكتر ما عندي. كان بقالي فتره بعيد عن المباريات، لكن يعني كان نفسي اعمل حاجات اكتر من كده، لكن انا ان شاء الله عندي احسن كده بكتير، ومؤكد اقدر اتحقق جمهور نادي الزمالك باذن الله. لا لا، مؤكد عندك وعندك وعندك يا احمد، ده اكيد. طيب بالنسبه لميزانك، عندك حاجه زياده يا احمد، ولا انت شايف ان هو ده ميزانك الاصلي؟ لا لا، هو ده ميزان الاصل يا كابتن. انا انت طول عمرك عندك سنه كده زياده؟ طول عمري لا، بس كابتن انا عشان تبقى فاهم، بس انا عندي العضل، نسبه العضل في زياده شويه، دي حاجه. الحاجه الاهم ان انا يعني بهتم بشغلي اكتر من يعني في ناس ممكن اخس واضعف، ما بقاش قادر اتمرن او اجري كتير، فدي ما لهاش علاقه خالص يعني. اوكي، دي وجهه نظر. بالظبط، ممكن جسمك ينزل زياده فيحصل لك حاله من الضعف. من الضعف. انت عموما عملت كورتين النهارده من الثبات حلوين قوي، بس في واحده اللي انت لفتها دي، ايه اللي طلعها عاليه دي يا احمد؟ هي ما طلعتش عاليه، كانت جنب سنه شويه. لا مش اللي جنب العارضه، الكره اللي نطت جوه ال 18. هي عشان كانت عاليه بس يا كابتن، فانا ما عرفتش يعني الكره كانت عاليه وانا باخدها كده من على الطاير كده. يعني الكره دي لو كانت واطيه تحت سنه كنت انا هقدر يعني احطها زي ما انا عاوز، لكن الكوره كانت عاليه قوي. عليت شويه وانت ما رفعتش فخدك زياده بيتهيألي. بالظبط يا كابتن. بالظبط بالظبط. لكن برضه يا كابتن بعد اذنك كنت حابب اشكر الجهاز البدني طبعا، كابتن محمد عبد الرؤوف والكابتن عمرو مطراوي، وناس تعبت معايا جدا يا كابتن بصراحه. كانت كان مركز في افريقيا وبسافر كتير، الناس دي عملت معايا مجهود كتير جدا، فاقل حاجه ان اديهم حقهم. وبشكر الجهاز الفني مره ثانيه على الثقه دي، ورب ان شاء الله اكون عند حسن ظن الجهاز الفني واقدر اقدم حاجه لنادي الزمالك والجماهير، ورب ان شاء الله يعني اكون عم ظنهم باذن الله. لا انت مكسب كبير لنادي الزمالك يا احمد، والماتشات هتجيبك وفورمتك الحلوه بمجرد ما توصل لها هتبقى نقطه فارقه في اداء نادي الزمالك يا احمد. ربنا يخليك. اشكرك يا احمد، شكرا جزيلا. هختم بالرساله دي، وبعدين بعد الفاصل هستقبل مكالمه مهمه من الوكيل الشاطر محمد شيحه، يقول لنا ايه موضوع خالد قمر، لانه الناس كلها في المواقع كاتبين انه خالد قمر مضى لنادي الاهلي، هل هو فعلا مضى هل ما مضاش؟ هعرف، لكن خلينا ناخد اخد الرساله دي لانها لطيفه. مين اللي قال عزك في ظل خضوعي، ولا غلاوتك في الهوى بدموعي؟ لو كنت ارضى بالهوان فين قلبي، وازاي تطوله وتحكمه في ضلوعي؟ بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيع عينيا، بالحب وحده وهو وحده شويه. لا يا حبيبي، ده كمال حماد طبعا. اذا مع اهم الانتقالات، ولكن بعد الفاصل. النهارده احنا في ضيافه السيد ساسي بعون، يعني بنقول لك حمد لله على السلامه في مصر. الله يسلمك. طبعا اشكركم على الزياره لداخل الفندق. طبعا انا جيت لمصر لعده اشغال، اولها عندي اشغال خاصه بي، وتزامنت مع الاعفاء او القرار لاتخذ ايمن للرجوع الى ليبيا. طبعا هو اللعيب اخطا طبعا في حق النادي الاهلي، ولكن بعدين اعتذر، واحنا كاداره وجمهور قبلنا الاعتذار لهذا اللاعب، وان شاء الله يكون عند حسن ظن الجمهور
الجمهور والفريق يقدم الإضافة إن شاء الله. يعني التقيت مع أيمن، تحدثت في كل الأمور، كان هناك جلسة ود وتوافق بدأها الكابتن مدحت شلبي في مساء الأنوار، احكي لنا عن التفاصيل. طبعا اجتماع حسب حكى لي أيمن كان عنده أمور خاصة اجتماعية، والحمد لله تمت هذه المشاكل بسلام مع عائلته، وقنعني بسبب المشكلة واقتنعت بها، وتم إن شاء الله سيغادر إلى ليبيا يوم الجمعة، وإني صار أروح لليبيا يوم الأحد بعد إنهاء شغلي الخاص. يعني عايز أعرف من حضرتك الوضع الأمني داخل ليبيا. والله الوضع داخل طرابلس، نعطيكم داخل ليبيا مش عارف نسمع كويس، لكن داخل طرابلس الوضع الأمني 100% خير، دليل زملاء المدربين واللاعبين في طرابلس كل يوم في الليل موجودين بطرابلس في المقاهي وفي الأماكن العامة، والوضع 100% والحمد لله الأمور مستقرة، وبعض القنوات تستغل في الحدث أجندات خاصة لأي مشكلة حتى بسيطة مشاجرة كبرها سياسية، وهذه معروفة زي ما تفرج على الجزيرة يقول لك مصر ما مصر بعدش نقدر تجي لمصر، وما مصر فيها شيء دلوقتي. صح، ايه الضمانات اللي ممكن تقدمها الايمن عشان نوافق العوده مره اخرى؟ الضمانات احنا كمجلس اداره والجمهور واقفين مع اللاعب، والضمانات هذه عند ربنا سبحانه وتعالى، واي حاجه تسيء لايمن تسيء لمؤسسه النادي الاهلي بحكم انه هو لاعب النادي الاهلي، واحنا زي ايمن زي لعيبتنا المحليين الليبيين زي الاجانب كلهم زي اللي من جبار افريقيا، هذا كله ما تحت ضمانه النادي الاهلي، واحنا مسؤولين عليهم ومشرفين ونتابع فيهم خطوه خطوة. هل اللعيبة المصرية عملت طفرة في هذا النادي؟ والله تبقى الحقيقة اللي طبعا عمل ضفرة لحد أحمد مكي، عمل ضفرة كبيرة لأيمن حفني، طبعا لسه ما زال ما لعبش معنا في الدوري المحلي، لعب معنا أفريقيا، ولكن ما تعرف احنا في ناش الحظ، ونتمنى وتوقع أن يعمل ضفرة كبيرة في المستقبل إن شاء الله. تفكروا تجديد للعيبة المصرية ولا هيعودوا اللعيبة المصرية لحضن مصر مرة تانية؟ والله هذه بعدين في لجنة فنية وفريق ومدير الفني بالنادي في المستقبل هم اللي من رأيه ليس مجلس إدارة. عايز أعرف لما كابتن مدحت تحدث والأمور توافقت، صدى الكلام ده في ليبيا والشارع الطرابلسي قال إيه؟ رحبوا باللاعب وفرحوا انه بيرجع لناديه، وتعرف ايمن حفني لاعب كبير وموهوب، وان شاء الله يقدم الاضافه للفريق. معك كابتن مدحت على الهواء، تحب تقول له ايه؟ يا مساء الانوار يا سعاده الجنرال، احييك على المبادره هذه، وكل جمهور الاهلي فرح بهذه المبادره ويشكروك، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق.